وطن الرسالة يخط في معاني تعدديته، فكر ترسل للخدمة فتألق فلسفة قيمية. معه نستطلع مقاربته في هذه المحاور، الأب البروفيسور جورج حبيئة، رئيس جامعة الروح القدس الكاثوليك. المنبر لكم، تفضلوا. سيادة المطران يوحنا جهاد البطاح السامي الاحترام، حضرة المهندس الصديق الحبيب نعمة فريم مؤسس مبادرة لبنان الأفضل، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والسيادة وممثليهم الكرام، حضرة المقامات الروحية والحزبية والعسكرية والسياسية والجامعية والمدنية والفعاليات الاقتصادية وممثليهم الكرام، حضرة الآباء وأعضاء مجلس الجامعة المحترمين، السيدات والسادة، يطيب لي أن أرحب بكم فرداً فرداً في حرم جامعة الروح القدس الكاثوليك، جامعتكم جميعاً على حد سواء. أنتم عشاق المعرفة والبحث عن حقائق غامضة وهاربة من قبضة المنطق وتحليلاته المتماسكة. يشهد تاريخ لبنان والمشرق لهذه الجامعة، جامعة الروح القدس الكاثوليك، الجامعة الوطنية، لمساهماتها العظيمة في تفعيل العقل والروح خدمة لقضايا الإنسان، أي إنسان، في هذا الشرق المعذب والمعذب. وأعرب أيضاً عن فرح الكبير بالتعاون الفكري والبحثي مع مبادرة لبنان الأفضل بقيادة الصديق العزيز المهندس نعمة فريم، الذي يتابع بإقدام وصلابة والتزام إرث والد تجلى في الذود العنيد عن بلد الأرز العصي على نوائب التاريخ وعن رسولية الكيان اللبناني، وفي خدمته من خلال منظومة مناقبية رفيعة في الميادين كافة، الروحية منها والمجتمعية والسياسية والثقافية والتعليمية والاستشفائية والإنتاجية والتوظيفية وغيرها. وأسوق أيضاً شكراً عميقاً إلى كل محاضر سيغنين بمقارباته العلمية الموثقة، وإلى كل رئيس جلسة لما سيبذله من جهد فكري وحنكة حوارية لإنعاش التثاقف وتسليط الضوء على التنوع التحليلي المثري في مساحات التلاقي والتعارض. كم يطيب لي أن أوجه كلاماً امتنانياً خالصاً لجميع وسائل الإعلام، وخاصة إلى محطة الـ MTV التي ستغطي بتقنيات عالية وقائع هذا المؤتمر. أيها الحفل الكريم، لم يكن لبنان يوماً يمكننا الجزم بذلك بلداً عادياً وبالتالي باهتاً، وتقوم معجزة استمراريته على أنه لم يخرج قط من دائرة المخاطر عبر كل حقبات تاريخه الطويل والضارب في عمق الزمن الإنساني. قدره أن يعيش دائماً في خطر وفي أزمات متلاحقة لأنه بلد الحياة، والحياة لا تنمو إلا في المخاطر والأزمات. فيفر سي ريسكي، ذلك أنه كان على الدوام حتى الآن أقله تلك المساحة الحرة والفريدة لبشرية متألمة هاربة من عذابات ماضيها، تائهة في حاضر متقلب وغامض، ومتوجسة من غد قد يكون أفجع وأهول في شرق ميال، بالرغم من تكدسات حضاراته وثقافاته وتقاطعها المغني إلى نوع من الأحادية اللغوية والدينية والسياسية والمجتمعية. من مصائب هذا الشرق الكبرى، استداداً إلى اطلاع المتواضع والوثيق على الحركات الدينية والسياسية منذ القرن 19 حتى القرن 21، من مصائب هذا الشرق أنه يتوهم
أن الوحدة التي يسعى إليها كمدخل إلى القوة المنشودة تولد من رحم الانصهار. وحده لبنان الذي تأنسن حتى المرض والهزال على وقع حريات الناس وتطلعاتهم وآلامهم وتشردهم، استطاع أن يسقط بممارسة يومية دؤوبة وهادفة مبدأين خطيرين جدا بحسب اعتقادي: الانصهار والتسامح، اللذين يتعارضان وحقوق الإنسان الطبيعية والأساسية، ويتهددان بالتالي باستمرار شرقنا الذي غالباً ما ينزلق إلى منطق اختزال الآخر المختلف وتهميشه ثم إلغائه. إن الانصهار الذي تتناوله وتشدد عليه بكل أسف نصوص اتفاقية الطائف، ويطفو كزبد مرضي على سطح الخطب السياسية، إنما هو مصطلح يستعمل أصلاً وحصراً للمعادن التي تدخل متنوعة إلى الأتون لتخرج منه شكلاً واحداً ولوناً واحداً وتركيباً كيميائياً واحداً. فلبنان لم يعش قط هذه الحالة الانصهارية المذوبة لحق الآخر في الاختلاف. تقوم رسالة لبنان الاجتماعية والسياسية على أنه ليس مطلقاً مشروعاً انصهار، بل دائماً مشروع وحدة إنسانية ووطنية بين عائلات روحية ومجموعات إثنية وثقافية وحضارية على شاكلة وحدة الجسد القائمة على التكامل الوظائفي بين خلايا وأعضاء لا يجمعها إلا الاختلاف في التآلف. وكما كانت الفلسفات اليونانية تنطلق من هيكلية الجسد البشري لتضع تصوراً لأكمل تصميم إداري للمدينة الفاضلة والمثالية، كذلك علينا أيها الأصدقاء أن ننظر إلى سر الحياة الذي يأخذ من جسدنا مداً مميزاً لتمظهره. هل أمعنا النظر في وظيفة كل عضو وكل خلية؟ وكيف يتم التكامل والتناسق في التمايز إذا انصهر جسدنا وأصبح عضواً واحداً؟ هل يبقى حياً؟ ألا تهجره الحياة وتدعه أشلاء هامدة ترتع فيها سكينة الموت؟ هل نريد للبناننا خطر الحياة في الوحدة التي تحضن التنوع وتخصبه، أم طمأنينة الموت في الانصهار الذي يذوب الفروقات ويلغيها؟ لا، الحياة لا تسكن إلا في التنوع، والموت لا يقيم إلا في الأحادية. نستخلص مما سبق أنه كلما كانت الدولة حاضنة للفروقات ورعية لها بإخلاص واقتناع، كان المجتمع أكثر تماسكاً وأشد اتحاداً وأصلب استمرارية في الاستحقاقات الحرجة. وبقدر ما تسعى الأنظمة إلى عمليات انصهارية، بقدر ما تمس حقوق الإنسان الأساسية ونمويس الطبيعة لنورم دو لا ناتور، وتجذر بالتالي الهشاشة في جسد الوطن فيتداعى وينهار عند كل اهتزاز قوي. أما بالنسبة إلى مفهوم التسامح، ولئن عرف هذا المصطلح رواجاً كبيراً بشكل خاص في عصر التنوير The century of the enlightenment دي أوفكليرونغ باللغة الألمانية وبيان لسيك دو لوميير عصر الأنوار، واعتبر شرطاً أساسياً لتلاقي الشعوب المتميزة وتضامنهم، فإنني أرى منه أرى فيه من زاوية بحث فلسفية مساً قاسياً بحقوق الإنسان الطبيعية والأساسية، إذ ينطوي على المدلولات السلبية التالية: المتسامح هو المقتدر الذي يتحمل وجود الآخر المختلف
والمستضعف ويسمح له بالبقاء معه لا كشريك متساو في الحقوق والواجبات، بل كإنسان ينتهي طموحه عند سقف الاستمرارية في الحياة ليس إلا. في التسامح يستعطي الإنسان الأقلي بقاءه في الوجود من الآخر الأكثري والقوي. وإذا رجعنا إلى اللغة العربية لوجدنا أن سمح وسمح سماحة يعني جاد وأعطى ولان وتساهل، وسامحه في الأمر سهله ولينه ووفقه على مطلوبه، وسامحه بذنبه صفح عنه. وبوجيز الكلام، المتسامح دينيا هو الذي يغفر للآخر المختلف كونه من دين آخر ومن ثقافة مغايرة، ويجود عليه بالإذن له بالبقاء في المجتمع ذاته، ويتساهل معه بغض النظر عن تقاليده المجتمعية وطرائق تفكيره وعيشه. وإذا قاربنا المفردات الأوروبية لوجدناها تتقاطع مع المصطلح العربي. الفعل اللاتيني توليراري، يلي منه كل اللغات الأجنبية أخرت توليراري، يعني تحمل مع معاناة الآخر. supporter l'autre avec souffrance. endure someone with suffering. وفي اللغة الفرنسية توليري كالكان يعني تحمل شخصا ما على مضض، والفعل الألماني دولدن يفيد المدلول ذاته. شو هذا؟ شيء مش معه كل اللغات. يعني سواء أنا بدي أتلاقى مع حدا ما يتحملني بوجع، يعني شو هالتسامح شو هالتلاقي العظيم. انطلاقا من حقوق الإنسان الطبيعية، فالكائن البشري لا يستجدي وجوده من أحد، وبناء على ذلك فهو ليس بحاجة إلى تسامح الآخرين في حقه اللامنقوص في الوجود الحر وبالتالي في الاختلاف. له الحرية المطلقة في أن يكون كما هو يريد أن يكون ضمن حدود احترام الآخر في الأمور عينها والمحافظة على السلم العام. هذا المنطق الذي أدى إلى قيام لبنان والميثاق اللبناني والطائفية البناءة يجد دعماً قوياً فيما يسميه تشارلز تايلر سياسة الاختلاف La politique de la différence. إن هذا الحق في الاختلاف الذي يقوم عليه لبنان مجتمعاً ودولة وحكماً يتعارض كلياً مع مفهوم التسامح. هذا هو البعد أيها الأصدقاء الذي سعى لبنان دوماً إلى عيشه، بإعطائه كل مضطهد وكل هارب وكل امرئ خائف على ذاته في هذا الشرق المعلق على خشبة الأحادية بعضاً لا يستهان به من حقه الإنساني في وجود حر وكريم. فكان الميثاق الوطني اللبناني الذي أعاد الحياة بعد حوالي 14 قرناً لميثاق المدينة، لصحيفة المدينة أو لدستور المدينة المبرم في يثرب المدينة المنورة بين نبي المسلمين محمد واليهود والنصارى والصابئة، والذي ينشئ بصريح العبارة مجتمعاً سياسياً واحداً تحت لفظة أمة في تعددية دينية وثقافية وفي إدارة متساوية لشؤون المدينة. غير أن هذا الاتفاق الذي يعتبره الباحثون أول نص في القانون المدني العربي سقط، ودخل بعده الإسلام شيئاً فشيئاً في ذهنية مغايرة بفرضه الشريعة الإسلامية على الجميع من دون أن يفقد كلياً بعض الحنين المتقطع إلى ما تداعى من روحية ميثاق المدينة، صحيفة المدينة وفلسفته، كما يظهر لنا ذلك من تساؤل عمر بن الخطاب وتأنيبه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يرى المحللون في هذا الكلام أول مسودة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث نقرأ في المادة الأولى: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم البعض
بروح الإخاء. انتهى الاستشهاد. من هنا القفزة النوعية التي أنجزتها الصيغة اللبنانية، أو الطائفية البناءة، التي هي نظام إشراكي وليس نظاماً إقصائياً. عندما أبت الصيغة اللبنانية أن تبقي أحداً أو جماعة من اللبنانيين خارج التمثيل النيابي وخارج السلطة، وحالت دون استئثار أي طائفة بإدارة دفة الحكم أو السيطرة على الآخرين أو تطويعهم أو إلغائهم، وأرست الحكم على قاعدة تقاسم السلطة والاعتراف بالآخر المختلف ليس كعدو لي أو كخطر على نمو ذاتي المغيرة، بل شرط أساسي لتأطير سلوكات من إطار لتأطير ذاتي ولوجودها. إذ لولا الآخر لما كان من الممكن أن أعي ذاتي في غيريتها، فالآخر هو طريق إلى ذاتي، هو طريقي إلى ذاتي، من خلاله أعي من أنا. وهكذا بات الآخر دينياً وعرقياً وثقافياً بفضل الصيغة اللبنانية جزءاً لا يتجزأ من ذات المجتمع، وشريكاً فاعلاً لا متفرجاً في رسم السياسات التي من خلالها تدار شؤون لبنان كافة. وكذلك بفضل الميثاق الوطني قامت الديمقراطية اللبنانية على التناوب السلمي على الحكم وضمن مهل زمنية محددة في الدستور، الأمر الذي يبدو نادراً في شرقنا العربي البائس. وعندما نسمع بعض السياسيين اللبنانيين يتكلمون على النظام اللبناني بألفاظ تحقيرية ولا أقسى، لا نستغرب البتة وجعهم واشمئزازهم وخيبة أملهم من هكذا نظام، لأن هذه الطائفية بالذات التي يصنفونها بالبغيضة هي التي تمنعهم فعلاً من احتكار السلطة وإقصاء الآخرين ومن التحكم الكامل من دون أي منازع في مفاصل الإدارة في الدولة اللبنانية. في مقاربتنا للنظام اللبناني الحالي قد نتهم من الناحية المنهجية بأننا لا نقيم المسافة الضرورية بيننا وبين واقعنا السياسي الذي نعالجه، الأمر الذي قد يمنعنا من رؤية الأمور على كامل حقيقيتها، فتتعطل الموضوعية وتنتصر الذاتنية المتطرفة لسوبجكتيفيسم أوترانسيي. قد يكون ذلك صحيحا. من هنا الضرورة الماسة إلى سماع آراء علمية في نظامنا وتركيبة مجتمعنا من أناس اختصاصيين يعيشون في بلدان يشهد لها بالتقاليد الديمقراطية العريقة المبنية بشكل أساسي على مبادئ المساواة والعدالة والمواطنة الصرفة. في المؤتمر الألماني اللبناني المنعقد في ألمانيا بمدينة لودفيكسهافن، وفي مداخلة تحت عنوان أصحيح أن الطائفية السياسية في لبنان هي فعلاً سيئة إلى هذا الحد؟ يقول الخبير الألماني السابق لدى أمم المتحدة والمسؤول عن ملف لبنان كلاوس هيليبراند إن هذا النظام يؤمن في الوقت الحالي نوعاً من الاستقرار ويتلائم بمهارة في آليات أخذ القرارات مع مصالح المجموعات اللبنانية كافة. من هنا يتابع هيليبراند إن كل سعي إلى إحداث أي تغيير جوهري في النظام إنما هو محفوف حتمياً بمخاطر جمة، لا سيما في الظروف الراهنة حيث نرى أن الدول المجاورة والشرق أوسطية في مجملها لا ترتدع عن رسم سياسات توسعية جامحة محفزة في الكثير من الأحيان من حركات إسلامية أصولية متطرفة. ثم أدهش هيليبراند أدهش المؤتمرين بإقامته مقارنة بين الطائفية المقوننة في لبنان من جهة والطائفية ولو بمقدار خفيف غير المكتوبة الخفية والمستترة في ألمانيا الاتحادية من جهة ثانية.
فهو يقول إن المناصب الأساسية في الدولة والحكومة الألمانية تتوزع على سياسيين من طوائف ومناطق متعددة حفاظاً على التوازن العام والمشاركة الواسعة. إن هذا الأمر يؤكد هيليبرانت يتخفى كلياً عن الأجانب. إذا أقمنا من ناحية أخرى مقارنة بين الصيغة اللبنانية وما يسمى في سويسرا بالصيغة السحرية لا فورمول ماجيك، أو باللغة الألمانية دي تساوبر فورمن، دي تساوبر فورمن فورمن يلي هي فعلاً صيغة سحرية لإدارة التنوع السويسري، لوجدناهما يتقاطعان بشكل مذهل. جميعنا يعرف جيداً كيف ولدت سويسرا على مر العصور والسنين، من رحم الأوجاع والصراعات الدينية واللغوية والمناطقية، ورست متشرنقة في كانتونات يصل عددها إلى 26. وراء تكوين هذه الكانتونات كان الحرص الشديد على الحفاظ على الذاتيات المختلفة واللغة والدين والذاكرة التاريخية الخاصة. كلكم تعرفوا في أربع لغات بسويسرا، لما اللغة الرومانش اللي هي سي بروش جوستومون دو لاتان، قريب من اللغة اللاتينية اللغة الرومانش، سقطت صار يتكلموها شيء 40 بل 60 ألف، دخلت كل سويسرا لإنقاذ هذه اللغة لأنها تمثل ذاكرة ثقافية مكونة في الاتحاد السويسري. فكان هذا الاتحاد السويسري أبهى تجسيد لتآلف الاختلاف، The harmony of opposites، l'harmonie des contraires. وفي التفتيش العنيد والدؤوب عن أنجع الأنظمة لإدارة تعقيدات هذا التنوع، توصل السويسريون في عام 1959 إلى استنباط ما استنسبوا أن يدعوه الصيغة السحرية التي تعكس في الواقع نظام التوافق، لو سيستيم دو كونكوردونس. تقوم هذه الصيغة على توزيع المقاعد السبعة التي يتألف منها المجلس الفيدرالي لو كونسي فيدرال، أي السلطة التنفيذية أو الحكومة، تبعاً للانتماء السياسي والديني واللغوي. فالمجلس الفيدرالي السويسري هو فعلاً حكومة الأضداد، كحكومات لبنان حكومة الأضداد، تأخذ هذه السلطة التنفيذية القرارات الهامة بالتوافق، وهي بالتالي لا تمثل أمام المجلس النيابي للمساءلة، لأن كل الكتل النيابية الوازنة ممثلة في المجلس الفيدرالي. في هذا الصدد يقول الرئيس السابق للمجلس الفيدرالي السويسري باسكال كوشبان، الرئيس التاريخي للاتحاد السويسري، يقول إن مبدأ التوافق يشكل مكمن الضعف في الجهاز التقريري السويسري، لكنه ويا للأسف لا بد منه ولا بديل عنه. فالبطء يتابع، فالبطء في الوصول إلى القرار الحاسم خير من التهور وجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. ويقول متأوها قد نبدأ بطرح الموضوع على بساط البحث اليوم، فلا ننتهي منه إلا بعد سنوات وسنوات، حيث يتم التلاقي ويتخذ أخيرا القرار. انتهى الاستشهاد. هذا الأمر يحدث طبيعيا في سويسرا في كل يوم التي نتغنى برقي نظامها الديمقراطي وإدارتها للتنوع. وعندما يحدث هذا الأمر بالذات في لبنان نصرخ بدون تردد وبصوت مدوم إنه جمهورية الفشل. شوفوا كيف نتعاطى مع بلدنا. نستخلص مما سبق من ناحية أن حصر أزمات لبنان في نظامه الطائفي الذي هو في الواقع أرقى نظام مشاركة للدول غير المتجانسة هو اعتداء سافر على المنطق وعلى الفكر الموضوعي. ومن ناحية ثانية، إن لبنان بفضل ميثاقه الوطني الثابت وديناميكية صيغة الحكم فيه المتمظهرة في الطائفية البناءة التي هي طائفية إشراكية، إنما هو البلد المدني، لبنان هو البلد المدني والديمقراطي الوحيد في جامعة الدول العربية. جميعنا يعرف أيها الأصدقاء حق المعرفة أن لا ديناً رسمياً للدولة اللبنانية، فالدولة اللبنانية تحترم جميع الأديان
وتعترف رسمياً بعدد منها من دون أن تلتزم بواحد منها، بينما نرى في المقابل أن جميع الدول العربية الأخرى إضافة إلى إسرائيل تعلن الإسلام أو اليهودية في حالة إسرائيل دينها الرسمي أو دين رئيسها، وبالتالي مصدر التشريع فيها. وهكذا يبقى لبنان في هذا الشرق الحالة الاستثنائية الوحيدة بين التيوقراطية الإسلامية والتيوقراطية اليهودية. خلاصة الكلام، يمكننا التأكيد أيها الأصدقاء أن لبنان قد نجح بنسب مرضية في إرساء أكبر ديمقراطية توافقية في أصغر مساحة حرة لبشرية تسعى على الدوام إلى المصالحة مع ذاتها في الاختلاف والغيرية والتعددية. ولشدة شوقنا إلى رؤية الإنسان المشرقي البائس يعيش بسلام العاقلين في أكثر الحواضر أنسنة وأكملها محبة وعدالة ومساواة، نرانا مندفعين تلقائيا إلى إطلاق هذه الصرخة في نهاية كلمتي: الويل الويل لهذا الشرق إن تحولت ثوابت لبنان إلى هواجس وهواجس لبنان إلى ثوابت. وشكرا لإصغائكم.